للتعليق على هذه الضبطيات الأستاذ مصطفى الرماح نائب رئيس قسم الحوادث بموقع صدى البلد. أستاذ مصطفى أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى. ضربات قوية من رجال الأمن في البحر الأحمر وإنا لهذا هذه التشكيلات العصابية في هذا الوقت الحساس اللي بتمر بيه مصر وطبعا اللي بيأثر على الاقتصاد المصري. تفاصيل أكتر نعرفها من حضرتك يا أستاذ مصطفى. بالتأكيد يا فندم، في الفترة الأخيرة كلنا لاحظنا ارتفاع جنوني في أسعار الذهب في السوق المصري، وده دفع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية طبعا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتنفيذ حملات كبيرة على سوق الذهب لضبط المخالفات. وبالفعل تم ضبط العديد من المخالفات في منطقة الساغة بالقاهرة، وده دفع الأجهزة الأمنية إن هي تضبط تتجه إلى عصابات التنقيب عن الذهب. العصابات دي موجودة من زمان ولكن انتشرت في الفترة الأخيرة وتوسع مجال الإجرام. تمام. نجحت الوزارة إن هي ضبطت تشكيل عصابي خطير جدا في البحر الأحمر مكون من 16 شخص. التشكيل ده أقام مسابق للذهب، طبعا بيستخرجوا الذهب من الصحراء كامل الكوارتز وبيسبقوا الذهب ده بمعايير مخالفة وبيبيعوه في السوق المصري. تمام. ده طبعا بيأثر بشكل كبير على الاقتصاد. استاذ مصطفى، بس فكره ان يبقى في مسبك كمان وفي يعني ناس دي عامله كانهم عاملين مصنع لانتاج الذهب، ده حاجه في منتهى الخطوره. في منتهى الخطوره، وطبعا الذهب اللي بينزل السوق ذهب متهرب كله ومعايير مختلفه غير المعايير الحقيقيه اللي مكتوبه عليه. ونسب النحاس ونسب المشغولات والكلام ده كله بالظبط، غير خاضع لاي رقابه يعني. وبعد ضبط التشكيل ده بأقل من 24 ساعة نجحت الأجهزة الأمنية برضو في ضبط تشكيل تاني في إنا. نفس الموضوع برضو، بينقبوا عن الذهب في الصحراء في إنا وأقاموا مسبكين لإعادة تصنيع الذهب واتمسك معهم كميات. احنا بنتكلم على كميات الذهب اللي اتمسكت مع التشكيلين دول بس تقدر بحوالي 110 مليون جنيه. 110 مليون، رقم كبير طبعا. رقم كبير جدا، ده بالاضافه للعملات لرقم كبير من العملات الاجنبيه بحوزتي. استاذ مصطفى، تعتقد ان المناجم اللي فيها المعادن النفيسه زي الذهب او الكوارتز او الحاجات دي كلها مش مفروض ان يبقى عليها نوع من الحراسات المشدده سواء من رجال الجيش، حرس الحدود، الشرطه؟ هم ازاي بينجحوا ان هم يوصلوا لهذه المناجم في رغم اكيد بيبقى عليها يعني مش بسهوله ان هم يوصلوا لها يعني. هو انا احب اوضح لحضرتك يا فندم ان الخام الاحجار الكوارتز اللي هو اللي بيطلع منها الذهب دي مش موجوده في مناجم. مش مناجم بعينها، ده دي بينقبوا عليها من خلال اجهزه حديثه بيتم التنقيب عليها في الصحراء، في الصحراء المفتوحة يعني. يعني هم عندهم أجهزة للتنقيب؟ عندهم طبعا أجهزة بينقبوا بيها عن الصحراء، يقدروا يكتشفوا المعادن دي موجودة فين بالظبط ويستخلصوا الأحجار الكوارتز، ومن خلال بقى معادلات كيميائية بيطلعوا منها كام ده. يعني معنى كده إن هم ممكن هذا التشكيل يكون فيه متخصصين على دراية، مش مجرد يعني تشكيل إجرامي، ده ممكن يكون في ناس يعني معاها شهادات، متخصصين وبيبقى معاهم اجهزه حديثه جدا كمان. طبعا، لان اللي هيتعامل على الاجهزه دي استحاله واحد مثلا تعليمه بسيط او واحد حاجه يعني، اكيد واحد فاهم هو بيعمل ايه. بالظبط، كلهم كلهم تقريبا متخصصين يعني، عارفين هم بيعملوا ايه وعارفين الاماكن اللي ممكن يلاقوا فيها الاحجار دي. وهنا بقى بتيجي خطوره هذا التشكيل يا استاذ مصطفى. خطوره جدا، خصوصا في الوضع اللي احنا فيه يعني. الوضع الاقتصادي دلوقتي الحاجات دي كلها بتاثر على الاقتصاد بشكل كبير. احنا يعني كل الشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية، وبنشكر حضرتك استاذ مصطفى الرماح نائب رئيس قسم الحوادث بموقع صدى البلد للتعليق على هذا الخبر. شكرا جزيلا.